فلو قلنا المجتمع المصري عبارة عن كم أسرة مثلا؟ تقول لي هو متوسط الأسرة زوجين وطفلين أو زوجين وثلاث أطفال، يعني 5 أفراد، يعني حلو أوي. إيه أحسن أسرة ربنا بيحبها؟ ده سؤال برضو لازم نلتفت لي وننتبه لي. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرفق عليهم. والله يا جماعة، من أعظم أخلاق الدين، من أعظم أخلاق الإسلام، من أعظم أخلاق رسول الله، خلق اسمه الرفق. ده النبي لما كلمنا عن الرفق قال لنا إيه؟ إن الله رفيق يحب الرفق. في إيه؟ في الصلاة ولا في الشارع ولا في البيت ولا في العمل ولا في التعليم ولا في الزراعة؟ في أي مجال؟ إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أمال ليه الدوشة وليه الصوت العالي وليه الصخب وليه الخناقات؟ ده من أخلاق الصيام اللي احنا صايمين لربنا. احنا ليه صايمين؟ الصيام ده ايه اصلا؟ الصيام ده حضرتك مدرسة لتربية النفس وتهذيب السلوك، عشان ابقى هادي كده. تعال نشوف ما النبي اللي قال كده، اللهم صل عليه، يقول ايه؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم، لما تبقوا صايمين، قلنا له يا سيدنا النبي ايه بقى؟ قال فلا يرفث ولا يصخب، لا يطلع العيبة من بقه، ولا يعلي صوته، ولا يغضب، ولا يتعصب. فإن سابه أحد، طب أنا مش هعمل كده، طب افرض بقى واحد بقى كده قليل الأدب وشتمني، يعني أقول له شكرا جزاك الله خيرا. فإن سابه أحد، شتيمة يعني، أو قاتله، زقني ولعمها، فليقل إني صائم، إني صائم. إيه ده؟ أخلاق. وأحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة هم أحاسن الناس أخلاقا. أرجوكم مشاهدين الأكارم، وأنا معاكم، لا ننسى أن الله يحب معالي الأخلاق. ربنا بيحب الأخلاق العالية. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يعني المعلم اللي بيعلم هو لازم الصوت العالي؟ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شفت يا أخي؟ ده ربنا بيقول للحبيب النبي اللهم صل عليه في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، خليك لين، خليك لين، ليه ما نعلمهم بالشدة والقسوة؟ أوري له العين الحمراء، مش كده؟ ربنا بيقول للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هيبعدوا عنك، مش هيبقى في تآلف. طب أعمل إيه يا رب؟ فاعف عنهم، سامح يعني، معلش. ما كلمة فاعفوا عنهم معناها انهم بيغلطوا، اما زي ما اتفقنا بقى كلمة فاعفوا عنهم يعني ايه؟ او يعملوا حاجة حلوة. تخيل انت لقيت احد بيأدي كل ما عليه، تقول له انا عفوت عنك. عفوت عنك في ايه؟ في ايه عفوت؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم، اطلب المغفرة ليهم، وشاورهم في الامر، اتكلم معاهم. تخيل كل واحد عنده ولد عامل مشاكل، فيقول له يا ابني انا، انت حبيبي يا ابني، انا مسامحك، مسامحك يا رب، يا رب اهديه واغفر له يا رب، بيطلب له المغفره اهو، ها، وشاورهم في الامر. فجيت تقول لابنك تعالى يا حبيبي عايز اخد رايك في موضوع، اصل انت دلوقتي انت يا ابني دراعي اليمين، انت ظهري وسندي يا ابني، عايز اخد رايك في حاجه. تخيل لما تاخد الخطوات ديت مع اللي مزعلك، مع اللي تعبك، شوف هيلتف حولك. اللين يا جماعة. واحد مرة دخل يطوف حوالين الكعبة، فلقى الخليفة العباسي، تعرف الدولة العباسية قامت سنة 132 هجريا، وكانت في بدايتها ايه بقى، يعني
تقدم بقى الحركة العلمية وازدهرت الكتابات الأدبية. فالراجل بيطوف حوالين الكعبة فوجد مين يحضرات؟ الخليفة العباسي. فقال فرصة بقى أقول له كلمتين واقفين في ظهوري. قال له يا أمير المؤمنين أنا عايز أقول لك كلمتين لله وأشدد عليك القول وإحنا في حرم الله. قال له تشدد عليا ليه؟ وتغلظ عليا ليه؟ لقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني. اللي خير منك موسى بن عمران واللي شر مني فرعون. قال له فقول له قولا لينا. شفت يا أخي جمال، ربنا بعث موسى بن عمران رئيس أنبياء بني إسرائيل اللي قال له وأنا اخترتك، اللي قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اللي قال له واصطنعتك لنفسي. موسى ده صنعة ربنا، بعته لمين؟ لفرعون. مين فرعون حضرتك؟ اللي قال أنا ربكم الأعلى. ربنا قال له إيه بقى؟ اذهبا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ها بقى فرعون يتقال له قول لين وأنا يتقال لي قول خشن؟ يعني فرعون يتقال له فرعون لا لا ربكم الأعلى يتقال له قول لين وحضرتك يتقال لك قول خشن؟ ليه كده؟ ليه نعمل مع بعض كده؟ الرفق، الرأفة، اللين، واخفض جناحك للمؤمنين. دي الأخلاق اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلاص، الرفق ده حاجة عظيمة جدا، وعرفنا انه اذا احب الله اهل بيت ادخل الرفق عليهم، وعرفنا انه اي حاجة فيها رفق تبقى حاجة زينة. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة، ولا ينزع من شيء الا شانة. ايه بقى جوانب الرفق؟ يعني نترفق مع مين؟ يعني هل كل الناس تستحق الرفق؟ ما هم باختصار يعني إذا كان فرعون اللي لسه قايلينه من شوية ربنا بيقول له لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، فرعون يتقال له قول لين؟ يعني ده أنا كده بقى أمشي لطوب الأرض أي حد قابله السلام عليكم يا أخي الحبيب، السلام عليكم يا أخي الكريم. ده راجل مؤمن وموحد بالله. لازم نترفق، ترفق، فإن الرفق بالجاني عقابه أو عتابه. إزاي يعني؟ في بعض الناس كده لما تيجي تترفق يتكسف من نفسه، يقول معقولة بقى أنا يعني تخيل واحد دخل عليك بغرزة فتقول له طب حقك علي، طب ما تزعلش، أصل أنا برضو ما أقدرش أفرط فيك، أصل أنت أخويا وحبيبي، أنت وأنا أعرف وأنا ليه غيرك. يتكسف من نفسه. واحد يقول لي لا يا مولانا مش مع كل الناس. خلاص يا سيدي اتفقنا، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، إن وافق أهله خير وبركة. ترفقت مع واحد يستاهل خير وبركة، وإن لم يوافق أهله فأنت أهله. أديك أنت أهل الرفق. هو النبي عليه الصلاة والسلام نبيكم الكريم اللي ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، قيل يا رسول الله، خد بالك من اللقطة دي، ادعو على المشركين. المشركين بقى تعرف يعني مشركين؟ لات والعزى، وبيعبدوا أصنام، بيعبدوا أصنام، مشركين. طيب ادعوا على المشركين. فقال إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا راجل النبي يهدي يدعي للمشركين وانت مش قادر تدعي لابن عمك في الحرم، راح تدعي عليه؟ ادي مصيبة ايدي. طيب المشركين النبي يقول اللهم اهدي قومي، قومي كمان بينسبهم الى نفسه، ما قالش اللهم اهدي المشركين فانهم كفرة ولسه ما يعرفوش. هو صحيح يستحقوا الحرق بالنار بس يلا بقى اهديهم، لا، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. طب دول مشركي مكة، طب الطائف، ها الطائف، فاكرين الطائف اللي النبي راح وضربوه بالحجارة؟ وكان يسكنها ثقيف، وثقيف دي اخر قبيلة اسلمت، وكانوا ناس شداد قوي، منهم شخصية معروفة لدى الجميع الحجاج بن يوسف الايه ها الثقفي من ثقيف. طب يا رسول الله ادعو على الثقيف، ده مش قرايبك وضربوك وطردوك.
فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم.